رجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بكم من جديد. دلوقتي عايزه اقول لكم ان انا معايا فقره مميزه جدا ومختلفه كمان، وده لان ضيفي فنان مميز، فنان اثبت ان الموهبه ان السن لا يقف عائق امام الموهبه، فنان دايما بخف ظله جذب مش هقول قلوب ملايين من المصريين، لا جذب قلوب ملايين على مستوى العالم، وده من خلال دوره في مسلسل ما وراء الطبيعه، المسلسل اللي تصدر قائمه التوب 10 على مستوى 3 دول، وتم عرضه على حوالي 190 دوله، وكمان تم ترجمته ب 32 لغه. ضيف النهارده فنان مميز، فنان قدر يبدع، فنان دايما متميز بخف ظله، مش بس ادى في مسلسل ما وراء الطبيعه لكن كمان مثل في مسلسلات زي الجماعه، مسلسلات تانية كتير، وكمان بيأدي دوره في المسرح. فنان النهارده الفنان العظيم اللي النهارده هيكلمنا عن كواليس مسلسل ما وراء الطبيعه، هنتكلم معاه هنعرف كواليس مسلسل الطبيعه اللي هو المسلسل اللي جذبنا كلنا، في اثاره، في تشويق، في رعب، هنتكلم معاها في الكواليس، هنعرف ما خلف الكاميرات مع الفنان العظيم خالد ابراهيم. اهلا بك يا استاذ خالد. ده انا كل اللي انت قلتيه عليه ده ده واكتر، بس عشان ربنا يخليكي. انا اولا نورتني جدا وسعيده انك تكون موجود معايا، وبرحب بحضرتك وببارك لك على النجاح الساحق لمسلسل ما وراء الطبيعه. ربنا يخليكي، انا اللي سعيد جدا بيكي وسعيد بلقائك واتشرفت بالدعوه الكريمه دي، وكان نفسي طبعا ان انا اقابل الاستاذ ممدوح النجمي، سمعت عنه كتير واتشرفت جدا ان انا اكون موجود في البرنامج بتاعه، وسعيد جدا ان انا مع حضرتك النهارده. انا اسعد. الله يخليك. مبسوطه جدا بحضرتك. وقبل ما اتكلم على مسلسل ما وراء الطبيعه، حضرتك كانت بدايتك على خشبه المسرح. عايزين نعرف من حضرتك ايه الفرق بين المسرح الحديث الحالي وايه الفرق بين المسرح جيل الرواد؟ لا، في اختلافات كتير يعني احنا لو ابتدينا مثلا بالكلام عن جيل الرواد، هنتكلم مثلا سواء عن مسرح يوسف بيوابي او مسرح عزيز عيد او مسرح جورج ابيض، لا الموضوع مختلف، كان في تقنيه وكان في تفاصيل مختلفه جدا في طبيعه المسرح وعمله في الفتره اللي حضرتك بتتكلم عليها، انما دلوقتي لا، الدنيا بقت ايقاعها اسرع كتير جدا. دلوقتي بقى في طبعا مسرح الدوله بيقدم اعمال قويه جدا، في مسرح القطاع الخاص بيقدم اعمال قويه جدا، في فرق حره، في فرق مستقله، في اعمال، في قاعده انتشار للمسرح موجوده دلوقتي في مصر، حركه مسرحيه كبيره جدا، فلا في فرق. طب هل ممكن نشوف يوسف وهبي وامينه رزق مره تانية على المسرح في المسرح الحالي ولا؟ والله احنا نتمنى ان يبقى في يوسف وهبي، بس اعتقد ان كل ممثل وكل عصر ليه بصمته، وكل واحد ليه طبيعته الخاصه وليه اسلوبه المميز في العمل، فده جمال كل جيل وده جمال كل شخصيه برزت قبل كده ودلوقتي، فاعتقد ان احنا عندنا جيل محترم جدا من المسرحيين المصريين اللي ربنا بيكرمهم ان شاء الله دايما ودايما، لان هم بيحاولوا ان هم يقدموا كل جديد. طيب دلوقتي نتمنى ان احنا نكون جزء منهم يعني. دلوقتي هنشوف مع حضرتك جزء من المسرحيه اللي عمل حضرتك. اتفضلي. انت هتودينا في 60 دقيقه؟ انا فاشل والله العظيم، ثلاثه انت جاهله، اقسم بالله العظيم ثلاثه انت جاهله. طب عليا النعمه من نعمه ربي انت جاهله، وانا هغيب اكسجين، خدي لك يا اختي شويه من اللي بتضربي بيهم شعرك. عادي يعني، زملاء بتحصل يعني. طب والله العظيم تلاتة انت جهله، ها اديني قلت لك اهو. مساء الخير يا حضرات، انا اسف يعني عادي بتحصل كتير يعني في اماكن. اعرفكم بنفسي، انا حسن، حسن علي حسن، انا اللي بعمل دور السفرجي في المسرحيه دي، والمفروض دلوقتي ان صاحبه البيت تدخل، اقصد يعني بطله العرض تدخل، والمفروض ان انا اوسع لها عشان تدخل، ما هي لو ما دخلتش مين اللي هيدخل يعني؟ أنا اللي هدخل، أصلها بتعمل الدور الرئيسي في المسرحية بتاعتنا، وفي عندنا أدوار رئيسية تانية كتير، في عندنا صاحب البيت جوز الست هانم، ده بطل من أبطال المسرحية، وفي أخو صاحب البيت، ده برضه بطل من أبطال المسرحية، وفي البت اللي ماشي معاها صاحب البيت من ورا مراته، دي برضه بطل من أبطال المسرحية، وفي الكرسي اللي هناك ده، الكرسي اللي هناك ده برضه بطل من ابطال المسرحيه. حي يا راجل حي، ده انت دورك اكبر مني. وفي كومبارس زي دورهم ما بيكبرش ابدا. انا اسف كفايه كده بصراحه حضرات، انا عندي لكم مفاجاه خطيره، او
يمكن مصيبه، الله اعلم، ما اعرفش واقعها بالنسبه لكم هيبقى عامل ازاي. الصراحه الست هانم صاحبه البيت لا هتدخل لا دلوقتي ولا كمان شويه، ولا جوزها ولا اخو جوزها ولا حضراتكم هتشوفوا مسرحيه من اساسه. اتشرف بان اعلن الى حضراتكم بان جميع الممثلين داخل هذا العرض الملعون محبوسين في غرف تغيير الملابس. اشكركم 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 اشكركم. مش فاتح، اديني قلت لكم اهو، بصوا مفاتيح المسرح كلها في جيبي. الآن يا مولاتي سوف أروي لك قصة العربي. يحكى أن رجلا من الأعرابي كان عندما كان يتجول. ولماذا تلك القصة؟ ها؟ لماذا تلك القصة؟ عشان سيده مولاي الملك كان بيحبها، وكنت أنا بنجلي قوي يا مولاتي كده لما كان بيحكي. لقد مات سيدك وماتت معه قصتك، هل تفعل شيئا آخر؟ أمر مولاتي. حبيب اننا جميعا في سفينه واحده، وكان كيشو بيبقى مدلدل ثلاثه متر قدامه يا مولاتي، كان ايه حكايه والله يا مولاتي. الان فهمت. فهمت يا مولاتي، ولكن شخصيتها قويه قوي. نزلت للطبقه الحقيره اللي انت منها واتكلمت معاك، اخر فرصه انك تفهم. اخر فرصه؟ عشان الفرصه اللي جايه عندي انا وانا بقطع رقبتك، ده يعني لو ما نفذتش كل اللي بطلبه منك. هيا تخيل مثلا ان الملك بعد دفنه فتحوا قبره ورموا جثته من اعلى جبل في المدينه كلها. انت متخيل الملك بتاعك وهو بيقع من فوق الجبل؟ حلو والله يا مولاتي، انت شريره بشكل، يا نهار اسود، بيقع من فوق. فلتفعل حالا يا مولاتي، عندما سقط مولاي من فوق الجبل لقاه اسد ضخم مرمي على الطريق، بص على جسمه نشوه وهكم عليه. ايه شرف حياتك وشرف بعد مماتك، قلبك وقف زوري. ايه رايك؟ مش كده بس يا مولاتي، نزل عليه اتنين نسور بالسما قعدوا ينهشوا في رحمه، لكن ايه لو ريحته ليك سابوه مشيوا. خد الاعلى بقى يا مولاتي، نفسه ما رضيش ياكله، ملكة الدود قالت لهم ما تاكلهوش، جسمه فيه طاعون اسود. رجعت لكم تاني، ودلوقتي احنا سمعنا المسرحية واعمال كتيرة، حقيقي انا نفسي اللي هو اتبسطت جدا من الاعمال وعايزة اكمل المسرحيات. حقيقي عايزة احييك على الاداء والادوار، حضرتك دايما بتجمع بين الكوميديا والدراما بشكل غير طبيعي زي ما شفنا في المدرامي الاولاني كده. الله يخليك. دلوقتي خلينا ندخل على مسلسل ما وراء الطبيعه اللي انا مشتاقه ان انا اتكلم مع حضرتك فيه جدا. اتفضلي. الاول عايز اعرف ازاي تم اختيارك لدور مسلسل ما وراء الطبيعه. ما وراء الطبيعه، في البدايه اولا بس عايز اشكر كاستنج دايركتور استاذه مروه جبريل، كان ليها دور كبير جدا في اختياري وترشيحي للعمل. انا قدمت زي ممثلين كتير جدا، فكاستنج كانت هي عاملاه، وتم اختياري من خلال الكاستنج بتاعها للاستاذ عمرو سلامه، وتم اختياري للدور يعني.
طب ايه شعورك لما عرفت ان تم اختيارك للدور؟ اكيد كنت فرحان جدا طبعا، يعني فرصه مش بتتكرر كتير وحاجه اسعدتني جدا يعني. طيب هل واجهت موقف صعب اثناء التمثيل في المسلسل مرات طبيعه اللي هو كله رعب واثاره ونشوف مشاهد دماء هو طبعا فكره انك تشوفي بعد ما بعد التصوير غير مختلفة. ما قبل مختلفه تماما، احنا هنتكلم على الكواليس بعد كده ده اكيد. بس هو الـ طبعا الـ كان في موقف كتير جدا، لان طبيعه اللوكيشن كمان نفسه اللي كان اماكن التصوير اللي كنا بنصور فيها شكلها كمان مرعب. صعب مرعب جدا. فدايما يعني في عقل الباطن بيبقى الواحد متخيل ان في حاجه هتحصل او موقف ما هيقابله في لحظه، فده في حد ذاته بالنسبه لنا كان هو الرعب. يعني ممكن ما يكونش في مواقف محدده ثابته حصلت، انما طول الوقت احنا حاسين ان في حاجه هتحصل يعني. طب الروايه طبعا ما وراء الطبيعه كانت من روايه الدكتور احمد خالد توفيق. هل حضرتك من قراء للدكتور احمد خالد توفيق؟ والله انا قبل المسلسل الحقيقه ما كنتش شرفت ان انا قريت للدكتور احمد خالد توفيق، بس لما حصل اختياري للعمل فقريت بعض الاعمال للدكتور احمد خالد توفيق، واكتشفت ان انا مفتقد سلسله كبيره جدا. كنت سعيد جدا ان انا قريت في فتره صغيره مجموعه كبيره جدا من الاعمال بتاعته، وكان نفسي طبعا اكملها، بس ان شاء الله اوعدك واوعد الساده المشاهدين ان انا ان شاء الله هكملها يعني. طيب انا مشتاقه ان انا اعرف الكواليس، كلمنا عن الكواليس، ايه المواقف الطريفه اللي خلف الكاميرات؟ دايما بنشوف المشاهد قدام الكاميرا، لكن احنا عايزين نشوف الخلف الشاشات، ايه الكواليس، ايه المواقف الصعبه اللي واجهتوها؟ انا عايز اقول لحضرتك ان يعني الفتره بتاعه التصوير دي كانت من اجمل الايام اللي انا مرت عليا. كل التيم بتاع العمل من كاست الاخراج للكرو الانتاج للممثلين الزملاء كانت مجموعه هايله، مجموعه رائعه بصراحه. والاستاذ عمرو سلامه يعني انتقى الشخصيات كلها اللي موجوده في العمل بعنايه شديده جدا، والحمد لله كنا تقريبا روح أسرة واحدة موجودة في العمل. كان في جو مرح كده، جو الرعب. انت معاكي احمد امين، فانت متخيله يبقى هو ما كانش ظاهر على الشاشه اللي شايفينه شايفين رعب. لا 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 شايفين الدكتور رفعت اسماعيل في الدور. احمد امين، هو احمد امين، فبالنسبه لنا كان قصه تانية يعني. فطول الوقت طبعا بنضحك وطول الوقت في حاله اسريه، فده كانت ايام ممتعه بالنسبه لنا. طيب سمعنا وتداول كثيرا يعني ان في المخرج وبعض الفنانين شافوا اشياء غريبه خلف الكواليس واشباح والدنيا دي، يعني كام كمتابعين كده عايزين نعرف ده فعلا ولا؟ والله انا يمكن في الايام بتاع التصوير بتاعتي ما حصلش حاجه غريبه، بس انا سمعت زيكم يعني. بس هو اعتقد برضو فكره من وجود اللوكيشن نفسه بيدي بعض الايحاءات ان في حاجات غريبه بتحصل، فممكن في العقل الباطن الواحد يبقى متخيل حاجه، بس ما اعتقدش ان في حاجه حصلت يعني. انما انا ما حضرتش مواقف معينه، في زملاء ممكن يكونوا حضروا. تمام. طب ايه رايك في دور الفنان احمد امين في دور الدكتور رفعت اسماعيل؟ احمد امين انا اعرفه اصلا ان هو راجل بتاع مسرح، فمش صعب عليه. ابدع بصراحه يعني، الدور ابدع. يعمل تركيبه زي فكره دكتور رفعت اسماعيل، هو ممثل تقيل جدا. الغريب ان اغلبكم واخدين جو الكوميديا، وحضرتك بتمثل مسرح، احمد امين برضو مسرح، بس مرة واحدة كده لقينا رعب وجوه. حتى الأداء الأدواري عندها دليل أن نجاح باهر ونجاح عظيم أني في الجو ده. الحمد لله طبعا، الحمد لله، وكلنا سعداء بالنجاح ده واللي ما كناش متوقعينه. بس فكرة إن يعني الممثل بيعمل كل الأدوار اللي بتعرض عليه. يعني أنا كممثل ألعب تراجيدي، ألعب كوميدي، ألعب رعب، ألعب أكشن، يعني فكرة إن الممثل بتشوف نفسك متقيد بشكل أكثر إبداعا في حاجة معينة ولا؟ والله أنا أتمنى إن أنا أكون مبدع في كل الأحوال، بس يعني الممثل زي ما بقول لحضرتك يعمل كل الأدوار اللي بتتعرض عليه، ده لو كان ممثل حقيقي. تمام. فكلنا بنتمنى إن إحنا نعمل كل التنوع في الادوار يعني. توقعت رد فعل الجمهور العظيم، مش مصر بس، ده دول كثيره. خالص خالص يعني حقيقي رد الفعل بالنسبه لنا كان مرعب. كنا بنتمنى وبنطمح ان يبقى العمل فيه عنصر الجذب، وان يبقى فيه اختلاف عن الدراما اللي بتتقدم في التلفزيون، انما كرد فعل الجمهور بالمستوى وبالحجم ده لا، كان جديد وبالنسبه لنا كان حاجه رائعه يعني. بعد ما أثير الجدل حول مسلسل ما وراء الطبيعة وحول أبطال المسلسل، هل الفترة الجاية ممكن نشوف أن الاهتمام أكثر بالموهبة أكثر من أن احنا نبص على العمر مثلا؟ الممثل مش متقيد بعمر يعني، يعني احنا شفنا عظماء، لان دايما كتير اللي بيتقدموا اللي هم مواهب الصغيرين سن صغير يشوفوا وجوه جديده. لا 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 مش شرط يعني، احنا في عندنا امثال كتيره جدا في الظهور وكان ليهم علامات. في عندنا حاليا ممثل عتويل
اسمه الاستاذ سيد رجب. يعني ده هو ظهر في سن كبير انما عنده موهبه عريضه جدا. في عظماء يعني, لان الممثل مش متقيد بسن محدد. فهو احنا فكره بس ان هو ربنا اراد ظهوره امتى هي دي اللي بتقول يعني اذا كان ممثل ولا لا. انما ظهرت في سن صغير وانا عندي امكانيات كويسه, ده ربنا بيكون كريم بان انت ظهرتي بدري. انما ده ما بيقللش من حجم الموهبه عند الصغير او عند الكبير. طب ايه تعليقك على الربط اللي تم بين الحوار الخاص بيك اللي هو هل انت تحب الرجال العرايا وبين تدخل منصه نتفليكس في الموضوع؟ والله انا دايما انتشر انتشر جدا السؤال ده كتير جدا بصراحه, بس مفيش اي وجه ربط خالص. ده هو كل الموضوع ببساطه كان موقف محطوط خفيف في العمل, لان شخصيه مدحت اللي انا بلعبها هو راجل بيتفزلك قدام الست, فهي بتكلمه كلام انجلش ونكتب اوف كورس مش فاهم هي بتقول ايه, فقال لها اوف كورس. فده كان رد تلقائي بس من الكاركتر يعني. انما مفيش اي توجهات, مفيش اي حاجه خالص من دي. طيب عايز اعرف من حضرتك ايه الخطوات القادمه. احنا حضرتك قدمت مسلسل الجماعه, مسلسل زنات مجاهد, كتير راجل وست ستات, في اعمال كتير جدا. بس ايه الخطوات القادمه نشوفك؟ يعني انا اتمنى طبعا ان يبقى في خطوه على نفس المستوى بتاع ما وراء الطبيعه. واحنا بنقول يا رب يعني انا ما اقدرش اقول ان انا في قدامي خطوه محدده حاليا, انما هو كل ممثل بيبقى جواه طموح ان هو عايز خطوه جديده اعلى من اللي قبلها. دلوقتي رسالتك للجمهور ورسالتك للعملاق العظيم المخرج عمرو سلامه. والله اتمنى ان احنا نكون عملنا حاجه تعجبكم وتبسطكم, وطبعا عمرو سلامه عايز اقول له انت اديتني فرصه ومساحه انا ما كنتش احلم بيها, وسعيد جدا بالعمل معاك. وما تنسانيش رسالتك لجمهورك اللي بحبك. يعني عايز اقول له ما تنسانيش في الجزء الثاني بقى. اكيد احنا لازم نشوفك في الجزء الثاني. احنا استمتعنا بوجودك اكيد, وكل فنان في الكرو العمل. يا رب. طب رسالتك لجمهورك بقى اللي بحبك. اتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليكم, ويا رب يقدرنا نساعدكم اكتر باعمال تانية احسن واحسن. انا شرفت بحضرتك جدا ونورتني, وحقيقي انا مش عايز الوقت يخلص معاك. ربنا يخليك, وان شاء الله اشوفك في المسلسل الجزء الثاني واستضيفك برضه. يا رب ان شاء الله, يشرفني طبعا. طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص, ودلوقتي طبعا بعد ما اتكلمنا مع الدكتور محمد عبد المعطي عرفنا التاخر الدراسي, عرفنا اسبابه, عرفنا ايه طرق العلاج ليه, عرفنا ازاي نتعامل مع ابنائنا. بلاش نتكلم كلام سلبي معاهم, بلاش نقول لهم انت فاشل, انت مش شاطره. لا, شجعوا اولادكم علشان هم اساسا هم مستقبلكم, فشجعوا اولادكم. بعد كمان ما دخلنا في رحله في ما وراء الطبيعه واتكلمنا مع الفنان العظيم خالد ابراهيم, انا مبسوطه ان انا كنت معاكم, ويا رب تكون حلقه مميزه وتنال اعجابكم, واشوفكم في حلقه جديده. وكمان هيكون معانا ان شاء الله الاستاذ ممدوح النجمي, يكون منورنا الاستاذ اللي هو مؤسس البرنامج اللي احنا نتمنى يكون حاضر وسطينا. ومبسوطه جدا ان انا كنت معاكم وسعيده, والى اللقاء وحلقه جديده, انتظرونا في حلقه جديده.